اتفضلوا. طب إيه؟ في مشهد احنا قاعدين هنبتدي بيه. وانتوا قاعدين؟ قاعدين. يا سلام اتفضلوا. ممكن اقعد جنبكم بقى لما انا فايق. هو انتوا قلتوا لي مشاهد؟ يا ابني الله كنا فاكرين الاولاني. طب ماشي عايزين عايزينك. عايزيني في ايه؟ يا ريت. قول لي اعمل لكم ايه؟ ممكن تقفي هنا انا؟ انا كريم. انت هتقولي هو اسمه ايه؟ اقول ايه؟ يا ابني تعالي يا هنا. اسمه ايه؟ قول لي. طب قولي لي اقول ايه وانا هقول. انت تقولي. انت موتي قطي دخلت قول لهم. حمزه بيشتغل ايه بقى؟ بس كده؟ ماشي بس كده. ثواني بقى معلش. طب يلا. تمام سوري يا جماعه عشان سوري حفظوا لي المشهد. لسه يعني على الهواء وكده. وجاي انقذ موقف. موقف ايوه بالظبط كده. طب وحمزه معاه ايه؟ 128 سماوي 31 اخضر بيدور يا فندم وهيقسط قريب. احنا معانا ربنا يعني كلنا في القعده دي كده معانا ربنا ونعم بالله. ونعم بالله. ايوه يعني قصدي هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. بيعرف يغني. اوه ده انا مربيه على الطرب الاصيل من وهو قد كده اهو يعني سيد درويش. سيد درويش. كمال كامل الخلعي. كامل الخلعي. يعني الناس دي كلها يعني. طب ما نسمع حاجه كده للزمن الجميل. يلا سمعني. قادر وتعملها على الايام على عمري ضيعته على الايام برضو قادر وتعملها على الايام. مين ده؟ مش عارف. انا معرفوش. جاي معايا تبع. الباشا تلميذ طبعا. المشهد الثاني. احنا فينا ايوه احنا فينا. تكلمني انا يا فندم. ما تدوني عايزيني في اي حاجه ثانيه ولا انا خلاص؟ لا لا تمام خلاص. تمام تمام. انا بوصلهم المشهد فقالوا لي تمام اتفضلي. يلا اقعد جنبكم بقى. يلا. بعد سماع الصفاره. هو انا فينا؟ انت قاعد ماسك حاجه بتقراها. اوكي. سلطان عايز يقول لك حاجة مهمة يا بابا. ايه يا بنت الناقصة اللي انت فيها دي؟ ايه؟ هو ده زبونة تفتحي له؟ قول يا ابني. بقول لك يا بابا احنا قررنا. قررت ايه يا ابني؟ قررنا انا والسحر اختي انها خلاص هتبقى فنانة هتتوظف يعني. تتوظف ازاي بقى معاه الشهادة يا سلطان؟ الشغلانة دي مش عايزة شهادة خالص. دي عايزه ليونه. لا بنتك بنتك هتشتغل فنانه يا بابا فنانه. فنانه. قصدك قصدك باليه؟ ما وصلتوش. باليه بس هو ده شغل ولا فن؟ لا بنتك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله هتشتغل رقاصه في الكباريهات تسكر وتفتح للزباين. عندنا كده في البيت. يا عيال كبرت طبعا. والله مشهد ارتجال بس.